الاختراع ده في البيت، يعني بعد كده مش هتحتاجي تقعدي فترة طويلة تنشيلي وتنظفي البامية بتاعتك. النهاردة بالاختراع دوت اللي موجود في كل بيت هنقمع البامية في أسرع وقت. إزاي؟ وهو ده الاختراع، تعالوا بينا أقولك إزاي. معانا النهاردة أفكار وحاجات واختراعات لبيتك بجد يعني هتسرع عملية وتساعدك في شغل البيت. يلا بينا نشوف ازاي نعمل الحيل دي. اول فكره معانا في البيت، انا لسه شاريه الدقيق ده. الدقيق ده قبل كده كان بيبوظ مني، بس لما عرفت فكره كده في البيت ظبطت لي الدنيا. ايه بقى؟ انا عايز احفظ الدقيق ده. من اهم وافضل الحاجات اللي بتحفظ الدقيق اللي هو ورق الغار او ورق اللورا. بفتح الدقيق واحط في ورق في الدقيق ذات نفسه ورقتين او 3 ورقات من ورق الغار. زي ما انتم شايفين كده، هتحطي ورق الغار او ورق اللورا ورقتين 3 كده، وتقفلي الكيس بتاعك خالص وتسيبيه بقى زي ما انت عايزه. تسيبيه بقى من غير ما يسوس، ما يجي عليه نمل، ما يجي عليه اي حاجه حشرات. هو دوت فكره، اول فكره معانا واول حاجه سهله. تمام. تاني حاجه ممكن نحفظها اللي هي ايه؟ الرز. الرز ده تقدري تحفظيه ازاي بقى بدل ما يسوس منك؟ الرز ده هتجيبي ورق فويل وتحطيه في قلبه، وفي قلب الورق الفويل ده حطي شويه ملح بس. دي طريقة سهلة اهي خالص وبسيطة. في اوقات كتيرة ببقى عايزة املأ الحوض بتاعي ده عشان اغسل الاطباق وتكون فيها مية، او اسيب الاطباق شوية في الايه، في المية، عشان لو فيها بوايا اكل او حاجة. بس مشكلتي في حاجة، ان كل ما افتح المية تلاقي المية نزلت منك كده، فمش ما الكباسة اللي عندي باظت، فعايزة اعمل اي حاجة. فجبت غطا، دي حيلة كويسة اهي، وقمت متكية بيه كده. الغطا ده بقى هيسدلي المية وهيعمل لي زي ما يكون بانيو معايا في قلب الحل، في قلب الحله بتاعتي اللي هغسل فيها. ابدا اجيب الاطباق بقى، اسيبها ساعه ساعتين ترنخ مع بعضها واقدر استفيد بيها. بصي بدات الميه تتجمع خالص. دي حيله بسيطه خالص، يعني الحيل دي بقى او الافكار دي بقولها عشان فعلا انا كنت عايزاها، كنت بفكر فيها. باجي هنا بعمل الرز وغيره، فالرز بيمسك في الحله وبيحصل مشاكل. فقبل ما تعملي الرز او تعملي اي حاجه، ما تحطيش ميه. اوعي تفتحي الميه، امال هتفتحي ايه؟ هتعملي حاجه بسيطه خالص، هتحطي معلقه ملح على معلقه زيت اكل زي ما انت شايفه كده. هي معلقه زيت اكل بسيطه، همسح بيها الحله بس عشان ما يلزقش فيها بقى ايه الاكل بتاعي او اي حاجه هعمل احطها على النار. واحط بس حاجه ملح بسيطه خالص، رشه ملح. وابدا اجيب ايه، اجيب اي حاجه عندي وامسح بيها، اي خلقه او اي حاجه بمسح بيها الزيت ده، بس الزيت والملح مع بعض. بحس يا جماعه وانت بتطبخي مش هيلزق اي حاجه، ومش هتبوظ منك اي حاجه بتسخنيها او بتحضريها جديد زي الرز المكرونه اي حاجه. طب الملح ده مش هيعمل طعم للاكل؟ لا طبعا. طب الزيت؟ لا، انت هتنشفها تنشفه كويسه كده بحاجه يعني بخلقه نظيفه، وتقعدي بقى تنسحي كده، تنسحيها بحيث مش هيحصل عندك اي مشاكل اثناء الاكل. اخر فكره جينا لكم بيها هي فكره ايه، وافضل فكره هي فكره ان ازاي اشيل او اقمع الباميه باسهل طريقه خالص. الحاجه دي كانت موجوده عندنا يا جماعه، بقى فيها كذا طبقه. الطبقه الاولى ببشر بيها حاجات رفيعه خالص اهي، والتانيه برضو اقدر استخدمها في البشر. امال اقدر اقمع زي ما انا قمعت ده ازاي؟ بصوا يا جماعه، انا قمعت دول كده اهو، قمعتهم بدي ازاي بقى. اول حاجه كنت بحط دي الدب بتاعها، بحطه هنا، بدخله هنا زي ما انتم شايفين، وابدا بقى ايه التكه كده تطلع معايا واحده واحده. هتتعلمي يعني، انا ما اتعلمتش دي بالسهل. هتحطي تاني وتعملي فيها حسب العين اللي تخش فيها، وتقومي ايه زي ما انت شايفه تقومي شايله، هتلاقيها بدأت تتقمع معاكي بسرعة. في بقى ناس عندهم واحدة من دي كبيرة اللي هي اليمتين، تستخدميها وممكن تحطي هنا اهو. بصي دخليها لي الاخر كده وابدأي شيلي. بصي تطلع معاكي زي الفل، هيبقى حاجة بسيطة مع الوقت، ولما ايدك تاخد هتلاقيكي بقيتي تنضفيها بسهولة خالص. دي ازاي تقمع البامية في البيت لو قدامك 15 20 كيلو، في ثواني كده هتتقمع معاكي. بس نصيحة، حاولي تلبسي كيس عشان البامية فيها حاجة بتشكوك كده، البسي كيس ابيض وخلاص.
دي كانت الطريق النهاردة، ويا ريت تستفيدوا بكل الأفكار دي، وفي أفكار تانية كتير هقول لكم عليها.